تكبيرة الإحرام، أن يقول الإنسان عند الدخول في الصلاة الله أكبر. لا يمكن أن تنعقد الصلاة إلا بذلك، فلو نسي الإنسان تكبيرة الإحرام، جاء وقف في الصف ثم نسي وشرع في القراءة وصلى، فصلاته غير صحيحة، غير منعقدة إطلاقا، لأن تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل علمه كيف يصلي، قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. فلا بد من التكبير، وكان صلى الله عليه وسلم مداوما على ذلك.